بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الكرة العالمية. أطل عليكم في أسبوع جديد ويوم جديد ويوم الاثنين كما عودناكم دائما أبدا الساعة 11 مساء. لقاؤنا بكم يتجدد مع الكرة الأوروبية في الحديث عن الدوريات الأوروبية المختلفة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نتمنى إن شاء الله في هذه الحلقة أن تكون عناوينها مرضية لكل من يتابعنا. تحية مني ومن طاقم الإعداد برئاسة تحرير الزميل بندر الشواعر وإدارة الدفة الفنية للمخرج سعد الفهري. البداية كما عودناكم دائما مع عناوين الحلقة. كلاسيكو الأرض، الريال يهدي البرسا الليغا في شوط المباراة الأول، وتشيلسي ينفذ من حصار هال سيتي، ومان يونايتد يضمد الجراء على حساب الليفر. والديك الفرنسي يصيح في وجه مدافع لندن ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا. السيتي يغرق في بحر الكامب نو وبرشلونة يبحر لربع النهائي. قرعة دور الثمانية من التشامبيونز ليج، الموعد 14 من إبريل. هذه عناويننا في هذه الحلقة في برنامج الكرة العالمية. الكل تابع كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد، هذا اللقاء الممتع، وكان باليوم الأحد الماضي 22 من مارس يوم حافل باللقاءات الممتعة في الدوريات الأوروبية، مما جعل الكثير من المتابعين والمشاهدين يتسمرون أمام الشاشات لمتابعة هذه اللقاءات. اليوم سنناقش بتفصيل موجز ومفصل عن هذه اللقاءات، وأهمها لقاء كلاسيكو الأرض الذي جمع بين برشلونة وريال مدريد والذي انتهى لصالح برشلونة. ربما هناك تغيرات في سلم الترتيب في الدوري الإسباني وفي الليغا الإسبانية، ما زال برشلونة يحافظ على تقدمه، ولكن سنتحدث مع ضيوفنا عن هذه التغيرات في الدوري الإسباني. نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة الذين سيشاركون الحوار ومناقشة الكثير من العناوين المختارة من قبل طاقم الإعداد في هذه الحلقة. نرحب بداية بالإعلامي الرياضي الزميل عبد العزيز السلوم. مساء الخير عبد العزيز. يا أهلا وسهلا نور علي، وأهلا فيك. الله يحييك ونورتنا في الكرة العالمية. نور حياك الله. أيضا نرحب بضيفنا الآخر الإعلامي الرياضي من صحيفة الحياة والصحافي الرياضي المهتم بالشأن الأوروبي إبراهيم الحمدان. مساء الخير إبراهيم. مساء النور، يا أهلا وسهلا، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة مع الزميل عبد العزيز. حياك الله. وأيضا طلة إن شاء الله موفقة في هذه الحلقة بإذن الله. وهي الطلة الأولى. نعم، الطلة الأولى إن شاء الله وجودكم نقدم حلقة إن شاء الله. الله يحييك، حياكم الله جميعا. سعداء بتواجدكم معنا. خلونا نبدأ في الحديث عن مباراة برشلونة وريال مدريد، لكن عندنا تقرير، نتابع التقرير عن هذا الكلاسيكو المثير ونعود لمناقشته. هذا التقرير من مدريد، أعده الزملاء، نتابعه ونعود. ضجة إعلامية كبيرة حشدت لها وسائل الإعلام الإسباني لكلاسيكو الموسم الأهم الذي تنازع فيه قطبان ليغا ريال مدريد وبرشلونة على سيادة التصنيف. فالتقت جماهير الكرة لتشهد أضخم ظاهرة كروية رصدت أصداؤها الصحافة المحلية والعالمية منذ أيام عدة. الكلاسيكو بين هذين الفريقين هو أفضل المباريات العالمية التي ينتظرها عشاق كرة القدم بفارغ الصبر. مباراة الكلاسيكو لطالما احتلت أهمية تاريخية خاصة في عالم كرة القدم الإسباني والعالمي، وفي كل الأعوام نشهد هنا لحظات مميزة، يكون الجو مشحونا دوما بالعواطف والطاقة. الجماهير الكتالانية توافدت بمعنويات عالية، فيما لم تكن جماهير الريال على القدر نفسه من الثقة والطمأنينة بعد الهزات الكروية العنيفة التي تعرض لها الميرينغ مؤخرا. هي مباراة فريدة وتجربة حضورها في الملعب لا ينسى. نرى اليوم مواهب هي الأفضل في العالم مثل رونالدو وميسي ونيمار، وقدراتهم تقريبا متماثلة إلى حد كبير.
الشوط الأول بدأ بهجمات خطيرة واستحواذ كبير لأصحاب الأرض على الكرة، أثمر عن أول أهداف البارسا الذي شق طريقه جيريمي ماثيو عبر شباك القديس كاسياس. ولم يتأثر ملوك البرنابيو بالرد على الصفعة الأولى، فجاء هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليمنح جماهير الريال الفزعة فسحة ضيقة من الأمل، فيما تفنن كلا الفريقين بإهدار فرص ثمينة كان يمكن أن تترجم لأهداف جميلة تثقل ميزان النتيجة. فاجأني تراخي ريال مدريد وأداء متهاون، فقد أدر عدة فرص ثمينة بتسديدات افتقرت للتركيز وكان يمكن أن تقلب النتيجة لصالحهم. وعاد برشلونة في الشوط الثاني ليزلزل الأرض تحت أقدام المرينجا بموجة مد عارمة اجتاحت حسن كاسياس بهدف ساحر من لويس سواريث، حسم لقاء الموسم بنتيجة 2-1، وترك لويس انريكي مزهوا بفعالية أسلوب لعب فريقه المحسن وبتفوقه على خبرة الإيطالي المحنك كارلو أنشيلوتي، فيما عاد الأخير مع رجاله إلى مدريد مأخوذا بهول الهزيمة التي ستعقد موقفه أكثر مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز. فشل المارينجا بامتحان اليوم بعد أن سيطر برشلونة تقريبا طوال المباراة على مجريات اللعب وخاصة الشوط الثاني، وبرأيي كان من الممكن أن يسجل البارسا أهدافا أكثر في هذا اللقاء. ففشل ريال مدريد في إعادة سيادته الضائعة من بوابة الكامب نو، فيما حلق الأثول جرانا بعيدا عن ملوك البرنابيو بفارق 4 نقاط في التصنيف، ليحافظ برشلونة على الصدارة برصيد 68 نقطة، فيما ظل الريال حبيس الوصافة برصيد 64 نقطة. الفريقان حاربا حتى النهاية، وما لفت نظري كانت التمريرات الجميلة التي شاهدناها طوال المباراة، كما رأينا لعبا حقيقيا وجهدا كبيرا من الطرفين، لكن الأفضل بالتأكيد كان برشلونة. صحيفة ماركا استنكرت في عنوان غلافها الرئيسي تهاون ريال مدريد وتسامحه مع هزيمة الكلاسيكو، فيما كتبت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالانية في مقال تعليقي لها حول المباراة: البرسا اختصر بفوزه نصف مسيرة الليغا. وأما صحيفة سبورت فعنونت: قائد التصنيف يرسل الريال إلى المصحة العقلية. لم تكن أجواء ملحمة الكلاسيكو أقل حرارة في مدريد، فاشتعلت مقاهي العاصمة الإسبانية بصيحات مشجعي الأبيض الملكي الذين طالبوا الفريق ومدربه بثورة تغيير شاملة في الكامب نو. لكن الرياح لم تجري بما يشتهي كارلو أنشيلوتي، فسقط اللوس بلانكوس في ليلة تاريخية لا تنسى سجل بها برشلونة أفضل السيناريوهات الكروية المحتملة. لبرنامج الكرة العالمية يانا مهنا مدريد. شكرا للزملاء على التقرير الذي سلط الضوء على مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الذي تابعناه يوم الأحد الماضي، وانتهى لصالح برشلونة بهدفين مقابل هدف للريال. هذا الكلاسيكو الكل توقعه أن يكون مختلفا، ربما من يعشقون الريال توقعوا أن الريال سيحسم هذا الكلاسيكو في مباراة الإياب كما فعل في مباراة الذهاب، لكن البرشلونيين ومحبي البلوغرانا يعتمدون كثيرا على نجوم الفريق بأنهم سيحسمون هذا اللقاء، وهذا ما حصل في هذا الكلاسيكو. ضيوفنا اليوم لهم رأي أيضا حول هذا اللقاء وهذا الكلاسيكو الذي انتهى لصالح برشلونة. عبد العزيز، هل فشل أنشيلوتي في كسب هذا اللقاء وتعامل لويس أنريكي تعامل هادئ مع هذا اللقاء وبالتالي انتصر، هل يعتبر على حساب المدربين أو المدراء الفنيين انتصار للويس أنريكي وفشل لأنشيلوتي؟ والله أنا أعتبره طبعا انتصار لويس أنريكي من بداية الموسم، هو تعامل مع من بداية الموسم بهدوء مع برشلونة رغم كل الانتقادات اللي طالته. طبعا استلم الفريق بعد مشاكل الموسم الماضي الكبيرة وعمل بهدوء، رغم أنه يعني تجي يعني في المؤتمر الصحفي يواجه دائما انتقادات من الصحفيين مع تعامله مع اللاعبين، مشكلته مع ميسي. كل هذا تخطاه وأخرج لنا بالأسابيع الأخيرة فريق يعني يذكرنا فريق، أنا ما أقول يذكرنا فريق غوارديولا بشكل كبير، لكن في النهاية يعني شفنا فريق برشلونة أقوى من الموسمين الماضيين خلال الجولات الأخيرة خاصة مع عودته للصدارة. تقول نروح لأنشيلوتي، أنشيلوتي طبعا أنا استغرب منه في المؤتمر الصحفي، طبعا كان يتحدث عن رضاه عن الأداء وعدم رضاه عن النتيجة،
يعني والأداء الجيد هو اللي ممكن يعطيك نتيجة جيدة. وفي فترات خلال المباراة ظهر فيها طبعا ريال مدريد بشكل ممتاز، خاصة الثنائيات أو الثلاثيات اللي تكون بين بنزيما ورونالدو، وأحيانا يعني كثيرا لوكا مودريتش، وأحيانا جاريث بيل. شفنا برافو أنقذ أكثر من كرة خطيرة لرونالدو وأيضا بنزيما، لكن في النهاية الفرص اللي أنقذها كاسيس أكثر كانت، والضغط اللي كان على مرمى ريال مدريد كان أكبر منها على مرمى برشلونة. فبالتالي أنا يعني انتقادي الوحيد يمكن لأنشيلوتي، وشخص طبعا نقدره ونحترمه كثير هذا المدرب العظيم، أنه يعني دكة البدلاء في ريال مدريد تعاني. يعني أنت لما تكون متأخر أو تبحث عن تقدم أثناء المباراة تناظر دكة البدلاء برشلونة، يعني ممكن تستخدم أكثر من لاعب عشان يغير لك النتيجة أو يحافظ لك على النتيجة، لكن في ريال مدريد لا يوجد أحد. وهذه يمكن أحد المشاكل اللي عانى منها أنشيلوتي، بالرغم أنه يمتلك أسماء كبيرة في دكة الاحتياط انتقلت إلى ريال مدريد، لكنه لم يستعين بهذا ولم يعطيها الفرصة. مثل تشيريتو لم يتم الاستعانة به، يعني ما ندريش الأسباب، لكن ربما هي تظل قناعات طبعا مدربية. بعد كل جولة أو خسارة تفريط بديماريا وتشابي ألونسو طبعا. تشابي ألونسو أنا أعتبره هو الفراغ الأكبر في ريال مدريد، ثم يأتي بعده طبعا ديماريا. جميل. إبراهيم، كيف نصف هذه المباراة؟ انتصار لويس أنريكي، شوط أول كان لريال مدريد أهدر فيه الكثير من الفرص اللي كانت ممكن تحسم المباراة. الشوط الثاني عاد برشلونة تعامل مع هذه المباراة باحترافية وبهدوء تام من لويس أنريكي حتى حقق المطلوب وهو الانتصار في هذه المباراة. أنا أبدأ من حيث انتهى زميلي عبد العزيز بخصوص أنشيلوتي. أنشيلوتي ولاعبيه والفريق كامل تشعر أنهم اكتهوا بعد تحقيق يعني دوري أبطال أوروبا بالإنجاز هذا. الموسم الجديد ريال مدريد تشعر أنه يعني فريق ما عنده الطموح، ما عنده يعني اكتفى خلاص. عدا رونالدو في بدايته، حتى رونالدو الفترة الأخيرة تراجع مستوى، توقف أكثر من مباراة حتى في تسجيل الأهداف. أي بالتأكيد، يعني ميسي لحق عليه، تجاوز لكن رجع أمس رونالدو. ما تدري وش المشكلة في ريال مدريد، هل هي مشكلة إدارية، هل هي مشكلة فنية، هل هي مشكلة نفسية. فريق عنده كم هائل من النجوم في التشكيلة الأساسية. أتفق مع عبد العزيز في مسألة أن الدكة تعاني في ريال مدريد فعلا، يعني صح انها نغمه مكرره، لكن التفريط بالونسو كان يعني قائد في الوسط، وكان يعني معطي الحريه الكبيره للاعبين الهجوم وفي المساحات لكن اعتقد ان مباراه امس ريال مدريد فرط فيها من الشوط الاول. الشوط الاول حتى برشلونه كان عنده بعض المشاكل الدفاعيه، كان عنده حذر مبالغ فيه، يعني الحذر نال حتى من كان في ارتباك دفاعي في برشلونة. بالتاكيد الحذر نال من برشلونه ومن ريال مدريد في المباراه، لكن كان عند برشلونه في الشوط الاول اكثر من فرص اهدرها مدريد بشكل غريب. طبعا مسلسل الاهدار الفرص الخطيره والمحققه في ريال مدريد لا زال مستمر، خصوصا مع كريستيانو رونالدو. يعني تتكلم عن رونالدو قاعد يضيع فرص خطيره، فتستغرب يعني اذا رونالدو يضيع، بنزيما يضيع، فيه مشاكل. جارث بيل اللي غايب تماما، جارث بيل عليه اكثر من علامه استفهام، يعني في خاصه في مباراه الكلاسيكو، وهذه ابغى اسمع راي عبد العزيز. يعني جارث بيل 100 مليون، البعض يتساءل هذا المبلغ الكبير لم يشفع له يعني حتى بالمشاركه مع كتيبه مثل كتيبه الريال. بيل جارث بيل ما يقدم ولا ربع المستوى اللي كان يقدمه في توتنهام. طيب خلينا ناخذ اول شيء المبلغ من اللي صنعه. طبعا صنعه الريال وطمع فيه توتنهام. صحيح. يعني معروف فريق توتنهام على مر التاريخ انه ما يفرط بلاعبيه الا بمبالغ كبيره، لكن طبعا ما توصل للمبلغ هذا الا مع ريال مدريد. يعني لو ذهب جارث بيل لاي نادي اخر كان ما ممكن، مش ممكن يعني يصل باي حال من الاحوال للرقم هذا. اتذكر انتقال بيرباتوف من توتنهام الى مانشستر يونايتد تم في الساعه الاخيره بمبلغ 31 مليون باوند. يعني في هذا ذكاء من توتنهام. اكيد من دانيال ليفي طبعا المدير التنفيذي للنادي. هذا جزء يعني بالنسبه للمبلغ، وانه ما له علاقه فيه جارث بيل. انا قلت وقتها انه اخشى على جارث بيل عدم الانسجام، لانه طلع يعني من انجلترا. ايضا ما ننسى انه جارث بيل من ويلز، ويلز يعني تعتبر يعني
دولة أو داخل بريطانيا يعني ما هي متحضرة بشكل كبير يعني، فلما يروح لأسبانيا والوهج والإعلانات والريال مدريد، أنت الآن في ريال مدريد شيء عظيم بالنسبة لك كجارث بيل. قصدك أنه مسألة تأقلم بالضبط الانسجام وتأقلم. بس أضيف المسألة أن جارث بيل انتقل بمبلغ قياسي يعني شبيه بما حدث مع رونالدو، لكن رونالدو كان يعني وصل مرحلة من النجومية هائلة يعني حقق دوري الأبطال حتى قبل صفقة فيجو وصفقة، لكن جارث بيل هو موسم واحد مع توتنهام انتقل بعد بهذا المبلغ. أعتقد أن هذا المبلغ هو اللي أثر على جارث بيل في مسيرته. موسم واحد تقصد على مثل المستوى يعني؟ أتكلم كتألق. تألق في موسم واحد انتقل بمبلغ خيالي يعني، عكس رونالدو اللي جالس تقريبا ثلاث مواسم قدم فيها كل شيء، حقق الأبطال، حقق الدوري، الهداف. أنا أتفق معك، لكن هو عموما المبلغ هو صناعة الإدارة الناديين يعني، مو عشان جارث بيل ما له علاقة في هذا المبلغ، سواء انتقلت بمبلغ كبير أو مبلغ قليل. المشكلة أن هذا سبب ضغط على اللاعب، سبب ضغط لأن اللاعب أكيد يعني مش منعزل عن وسائل التواصل أو عن الإعلام، فيسمع يعني يستمع لهذا الانتقادات. إيه يستمع الانتقادات مع الاستهجان. ما زال حتى صحيح. الآن يعني يواجه، أنا ما أشوف يعني إنه سيء بدرجة كبيرة، لكن حمل تبعات الصفقة فقط لغير، لو انتقل ب15 أو ب20 أو ب30 مليون كان ما شفنا الكلام هذا كله. صحيح. كان الأداء اللي قدمه جارث بيل الآن يعتبر أداء مثالي نظير المبلغ اللي قدمه، لذلك يعني ما ندري عاد وش يخفين للصيف. لويس أنريكي استفاد من الانتقالات الجديدة إلى برشلونة، وفي خاصة في مباراة الكلاسيكو جيرمي ماثيو سجل هدف، لويس سواريز برافو قدموا في هذه المباراة ما لا يعني يتوقع أي شخص، سجلوا أهداف، برافو دافع عن مرمى برشلونة بقتالية. الريال لم يستفد من الانتقالات مثل ما ذكرت، أنه دكة الريال عاجزة عن إيجاد البديل لبنزيما، لكريستيانو، للنجوم المتواجدة في الريال، وبالتالي تغلب لويس أنريكي بهذه العناصر الجديدة وأبعد التركيز عن ميسي قليلا شوي، لأنه لاحظنا ميسي حتى في مباراة الكلاسيكو مو ذاك الفعالية لميسي، حتى لم ما كان حريص على أنه يسجل هدف، كان يصنع أكثر من يسجل. طبعا على مستوى الصناعة يعني يعتبر ميسي هو الثالث بعد سيسك فابريغاس وكيفن دي بروين لاعب فولسبورغ على مستوى أوروبا، صنع 15 هدف الموسم، له أدوار كبيرة طبعا ميسي في الملعب، حتى لو ما سجل يعني يكفي أنه شارك في تقريبا صناعة أو شارك في 25 هدف غير صناعة ال 15 هدف في المسابقات ومجمل المسابقات. أنا أشوف أنه ميسي له لمساته يعني الموسم هذا، حتى لو ما سجل يبقى ميسي موجود دائما في أي كرة في يجي منها هدف تجد ميسي دائما خلفها. جميل، عندك إحصائيات عبد العزيز عن الكلاسيكو؟ هي الإحصائيات من ضمن اللي أنا ذكرتها، لكن يعني بالنسبة لرونالدو يعني مثلا نتكلم عن رونالدو عادل رقم راؤول غونزاليس في الكلاسيكو ب 15 هدف، لكن يبقى طبعا ليونيل ميسي يأتي بعد دي ستيفانو اللي عنده 18 وليونيل ميسي في الصدارة ب 21 هدف. جميل. إبراهيم نتكلم عن برشلونة، التناغم اللي حاصل ما بين سواريز انتقل إلى برشلونة، تأقلم بسرعة، صحيح أنه عنده فترة توقف، إيقافات أثرت على سواريز، لكنه عاد في مثل هذا الكلاسيكو صعب عودة النجم يعني، سواء منتقل قاعدين نشوف جارث بيل في الكلاسيكو ما قدم شيء، لكن سواريز سجل وقاعد يقدم مستوى رائع، حتى أنه لويس أنريكي امتدحه وقال له هذا اللاعب اللي أنا أحتاجه ويستاهل أي مبلغ يدفع فيه سواريز. في البداية سواريز ما يقدم العطاء المنشود منه في بداية حضوره بعد الإيقاف، خصوصا هو أصلا عاد في الكلاسيكو الأول في الذهاب، بعدها عانى شوي حتى كان يضيع فرص سهلة جدا، لكن عاد يعني بشكل قوي الفترة الأخيرة، سجل في مانشستر سيتي تقريبا هذه المباراة يعني أعادت الوهج بشكل كبير لسواريز. صار عندي يعني إنريكي مجال كبير إنه يهدد الخصوم بالثلاثي، يستثمره في المباريات التكتيكية أكيد طبعا يعني. صحيح. أمس شفنا كيف نيمار أهدر فرص لكنه كان ممتاز في المرتدات، كان خطير. صحيح. جدا في الاختراق وفي طبعا. نعم. نفس صحيح. الشيء سواريز طبعا تسجيل الهدف استخدم الأدوات هذه أنريكي بشكل ممتاز جدا، وأرجع على النقطة اللي تكلم عنها عبد العزيز اللي هي نقطة أنريكي كيف كان تعامل مع الفريق من البداية، أراح اللاعبين
تعرض لبعض الهزات لكنه تجاوزها في الفترة الأخيرة، بل أنه رد على المنتقدين بشكل ممتاز جدا. تشعر أن فريق برشلونة يمتلك يعني لاعبين عندهم لياقة عالية عكس أمس زي مباراة ريال مدريد، مع أنه برشلونة يعني لعب بعد ريال مدريد، يعني عنده أسبوع كان مرهق اللي مع المان سيتي، كان مرهق أكثر من الريال. ريال ارتاح أسبوع، فبالتالي كانوا يعتقدون أن ريال راحته الأسبوع هذه ممكن تخدمه في مباراة الكلاسيكو، لكنها خذلته حتى في الشوط الثاني. وهذا ما ذكر أنشيلوتي في أكثر من حديث، أنه لاعبي ريال مدريد يلعبون 45 دقيقة الأولى بشكل جيد ورائع، الشوط الثاني يظهر الإجهاد البدني على اللاعبين، وهذا انتقد أنشيلوتي عبد العزيز. هذه مشكلة يفترض أنه ما يتحدث عنها أنشيلوتي نفسه، لأنه مشكلة في الفريق عنده، يعني مشكلة في اللياقة والمخزون اللياقي، تركيز اللاعبين وأيضا التركيز في الملعب. يعني أنشيلوتي لو رجعنا في الصيف فرط في موراتا، فرط في كاريخون، فرط في هيغوين، أين البدلاء؟ لا يوجد بدلاء طبعا على مستوى الهجوم سوى إعارة في اللحظات الأخيرة من أو لتشيتشاريتو اللي لا يستخدم أبدا، ما نقول كثيرا، لا يستخدم أبدا في المباريات. ما ننسى طبعا غياب جيمس رودريغيز، يعني مؤثر يعني على على وسط الفريق، كان ممكن لو كان متواجد كان يفرق كثير مع ريال مدريد، خاصة في مباراة كبيرة مثل الكلاسيكو. فارق يعني الأربع نقاط عبد العزيز وإبراهيم، هل هو اتسع بشكل أنه من الصعب الريال لحاق ببرشلونة، وأنه أصبح الدوري محسوم لبرشلونة؟ والله بالنسبة لي أنا أشوف أنه مسألة حسم الدوري صعب نقول حسم لبرشلونة، لأنه في مباريات قادمة في تشامبيونز ليج لسه يعني الوقت، لكن برشلونة بوضعيتها الحالية ووضعية أتلتيكو مدريد في الدوري يعني أعتقد أن الأمور ممكن إلى 70% لبرشلونة. جميل. طبعاً لا يمكن أنك تتنبأ أو تعطي يعني جزم بالبطل أو تتوقع توقع حاسم، هو الأقرب فعلاً برشلونة، لكن الموسم هذا الدوري الإسباني يعني حتى يمكن يتفوق على النظراء في أوروبا، فيه تقارب في المستويات، الأندية المتوسطة المستوى تصعب المباريات على الأندية الكبيرة، لكن الأقرب برشلونة. عودة فالنسيا ودخوله وإشبيليا مع عودة أتلتيكو مدريد يعني أعطت الدوري الإسباني زخم شوي، كان ريال وبرشا مسيطرين، الآن عودة الأندية هذه أعتقد أنها أعطت الدوري الإسباني إثارة أكثر. أكيد، وأضف لهذا أن الأندية الإسبانية في أوروبا جلست تتفوق، يعني نتكلم عن حتى اليوروب ليج الموسم الماضي إشبيليا كان البطل، الموسم هذا ثلاث أندية توصل دور الثمانية. صحيح. ففي تفوق يعني غير طبعا النهائي الشهير، في تفوق الكره الاسبانيه. طيب. على العكس الانديه الانجليزيه تفوقت الانديه الاسبانيه، واصلت مسيرتها الى دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا، وسنتحدث عنه ان شاء الله في محور قادم. لكن الانديه الانجليزيه تخرج خاليه الوفاض من دوري ابطال اوروبا، وتبقى في الدوري الانجليزي والصراع على لقب الدوري الإنجليزي والتقلبات في هذا الدوري. نتابع الدوري الإنجليزي وفي جولته الثلاثين، وهذا التقرير من لندن، نتابع ونعود. تابع مانشستر يونايتد مسيرته الناجحة ليسجل فوزا جديدا خارج أرضه عندما فاز على ليفربول بهدفين لهدف بتوقيع الإسباني خوان ماتا، ليبقى في المركز الرابع برصيد 59 نقطة في إطار مباريات المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الإسباني خوان ماتا في الدقيقة 14 من عمر المباراة. ومع بداية الشوط الثاني تلقى ليفربول صفعة كبيرة بطرد لاعبه المخضرم ستيفن جيرارد في الدقيقة 46 بعد نصف دقيقة فقط من نزوله بديلا لآدم لالانا. وترك خروج جيرارد ثغرة واضحة في وسط ليفربول، حيث استغل الشياطين الحمر النقص العددي ليعود ماتا ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 قبل أن يسدد دانيال ستوريج هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 69. وأهدر وين روني ضربة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع. ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده
إلى 59 نقطة ليعزز موقعه في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال ونقطتين خلف مانشستر سيتي حامل اللقب، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 54 نقطة في المركز الخامس. مانشستر قدم مباراة كبيرة جدا قدام ليفربول، وخاصة في الشوط الأول استحوذ وسيطر على المباراة بشكل كبير جدا. يمكن بعد ما مانشستر تقدم بهدفين مع طرد جيرارد حس المباراة خلاص بقت في إيده، وده اللي قلل شوية من أداء مانشستر يونايتد وزاد من إصرار ليفربول إن هم يحاولوا يعملوا كومباك ويتعادلوا، وكانوا قريبين جدا من كده، واللي ساعد في كده برضو سوء حالة دي ماريا وروني. ولكن في المجمل مانشستر كان الأفضل في أغلب فترات اللقاء، وهو اللي استحق إن هو يكسب في الآخر. وعلى ملعب كيسي ستاديوم عانى تشيلسي كثيرا قبل أن يفوز على هال سيتي وبثلاثة أهداف لهدفين، وبالفعل أفلت البلوز من فخ التعادل ولم يكن بعيدا عن خسارة نقطتين هامتين لولا تدخل الفرنسي ريمي الذي سجل هدف الفوز للبلوز في الدقيقة 77. وكان تشيلسي افتتح التسجيل مبكرا عن طريق نجمه المتألق البلجيكي إيدن هازارد قبل أن يضاعف دييغو كوستا النتيجة في الدقيقة 9، وبدأ أن البلوز في طريقهم لتحقيق فوز كبير إلى أن جاءت الدقيقة 26 عندما سجل المصري أحمد المحمدي هدف هال الأول، وبعدها بدقيقتين عاقب الأوروغواني هرنانديز حارس تشيلسي كورتوا الذي ارتكب خطأ فادحا أمام المرمى. في الشوط الثاني هاجم تشيلسي لكن دون فعالية، فيما لاحت فرص عديدة للاعبي هال كان لها كورتوا بالمرصاد، إلى أن جاءت الدقيقة 77 عندما تمكن البديل ريمي من تسجيل الهدف الثالث وإهداء النقاط الثلاث لتشيلسي الذي حافظ على فارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي في صدارة الدوري برصيد 67 نقطة. المباراة كانت رائعة وتشيلسي أدى أداء رائعا، الهال لعب بشكل جيد في الشوط الأول، أما في النهاية كان اللعب متكافئا وتشيلسي استحق الفوز. أنا سعيدة جدا بفوز تشيلسي فقد استحقت الفوز. تهانينا لتشيلسي فقد استحق الفوز. عاد تشيلسي من موقع كيسي ستاديوم بفوز هام وصعب على هال سيتي، 3 نقاط جديدة لرجال جوزيه مورينيو تعتبر هامة جدا في حسابات الفوز باللقب، في حين يستمر مانشستر يونايتد بتقديم عروضه الجيدة بفوز جديد على ليفربول أبقاه في المركز الرابع ب 59 نقطة. لبرنامج كرة عالمية داني أرشيد لندن. إذن هذا التقرير عن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، والذي طبعا ربما حفل بالكثير من